تكسر أورينت نيوز بعدستها أنف قوانين نظام الأسد وتدخل بكاميرتها أحياء دمشق على الرغم من منع جميع وسائل الإعلام التصوير هنا. تبدو العاصمة دمشق غير مستقرة بعد أكثر من 10 أيام على تدخل العدوان الروسي في سوريا. ساحات فارغة وشوارع ازدحمت بعد انقطاع عدة طرقات رئيسية إثر استهداف السفارة الروسية بعدة قذائف خلال الساعات الماضية. من جانب آخر، كان تجار الحرب هنا يتوقعون حصد المكاسب المادية بانخفاض الأسعار جراء دخول روسيا عسكريا. انعكست الرواية تماما ولم يهدأ جنون الغلاء منذ أسبوع، ما سبب إحباطا لديهم ولدى الكثير من مؤيدي الأسد، لتنتشر ظاهرة إغلاق المحال التجارية أو التي أعلنت عروضا قبل الإغلاق. من سوق الحميدية إلى محطة الحجاز وصولا لساحة المرجى التي كانت تمتلئ بالمرة قبل أسابيع قليلة فائتة، أضحت خاوية على عروشها دمشق إلا من الشبيحة والمخبرين. لا اقتصاد موجود ولا أموال متوفرة بين المدنيين، فالمثل الأكثر انتشارا بين قاطني دمشق الآن: من يملك المال فعليه بلبنان، بعد أن أخذ الفقر بالتغلغل بينهم. أما عن الشبيحة الذين استحلوا هذه الأحياء لأكثر من 4 سنوات، يعيدون ترتيب أوراقهم الآن لتهريب عوائلهم خلف الحدود خوفا مما لا يتوقع حدوثه بعد أن تغالب بعضهم بإرسال أطفالهم ونسائهم، تاركين خلفهم مؤيديهم الذين نهبوهم بحجة الدفاع عن البلد. وأي بلد؟ فتهريب الولد أهم من هكذا بلد، هي شعارات أطلقها شبيحة الأسد.